داخله بخله سنان معاك ليه؟ في ايه؟ مين ده؟ مش عارفه اقول لك ايه يا استاذ حماده، يا نايبتي يا استاذ، يا مصيبتي يا استاذ، اللي حصل واللي جرى لا ينكتب ولا ينقرا. طيب قولي بسرعه، سيبتي ركبي؟ بتتخانقي ليه مع المكواجي ده؟ مكواجي لا ينكوى في نار جهنم البعيد. ما تلخصي يا زهره، في ايه؟ امبارح يا استاذ وديت له الفستان ده، فستان الجديد يا استاذ، فستان البكر. طب وايه اللي حصل يعني؟ ايه حرقوا؟ يا ريتش يا استاذ، ده النار ولا العار؟ امال حصل ايه؟ امبارح وديت الفستان للي ينضرب على قلبه ده عشان ينضفه ويكويه، النهارده يا استاذ اروح عشان اجيب الفستان، الاقيه حاطط الفستان بتاعي ده كده وجنبيه البدله الرجالي دي. وايه اللي حصل يعني لما يكون حاطط الفستان ده جنب البدله الرجالي دي؟ حصل ده. اخص يا وقح يا قليل الادب كده. ربي سوف انتقم لشرف المهان من هذا المكواجي الجبان. خلاص ما تبقوا تبعتوا لي مكوى تاني. استنى استنى، قلت ايه؟ خلاص ما تبقوا تبعتوا لي مكوى تاني. والله انت لسانك اتحرق وانت بتكويه ولا ايه؟ اللي بتخلطني تبعت مكوى تاني. يلا امشي يلا امشي يلا، وبعدين انا هبقى اتصرف معاه بعدين. يلا يعني ايه اتصرف دي؟ خدت حق. ما قلنا لك امشي بقى. لا ما قلنا لك امشي، يلا امشي، اطلع بره. استنى خد هنا، تعال هات ابني حبيبي يا نور عيني. خد اللقيط ده معاك. يلا يلا حبيبي. تاب سيد الحبايب يا ضنايا. انت بقول لك ايه يا بنت زهره؟ ما تجننيش. ها انت سيبت ركبي، سيبت ركبي بتدي يا استاذ ركبك ثابت. ايوه خضتيني. اتخضيت يا استاذ؟ ايوه. يعني اقنعتك؟ اقنعت ايه؟ الشغل طلع مظبوط ولا لا يا استاذ حماده؟ شغل ايه يا بت؟ ما انا عملت الحركه دي كلها عشان اثبت لك ان موهبتي فذه وبعرف امثل. اقتنعت؟ انبهرت بذمتك؟ لا انا ما عنديش ذمه. ويلا امشي بقى. يا استاذ انا نفسي اشتغل في السيما، نفسي ابقى نجمه زي عادل ادهم، اديني فرصتي بقى. يا ست كنت انا بقى بخرج في السينما. انا عندك. يلا يلا امشي يلا امشي بقى. روحي شوفي مين على الباب بسرعه. وحسرته ووكسته الحنين الى الماضي. نقرا بقى المشهد الثاني. مشهد البطل والعجل. البطل يتقدم والعجل يتاخر. العجل ينظر للبطل شزرا. البطل يتاخر، العجل يتقدم. المشهد كده ناقصه حاجه على فكره. طب ايه رايك يا دي يا حماده لو دخلنا في المشهد حصان؟ يبقى كده حلو قوي. اذا الحصان يقفز والبطل ينظر.